السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ صافا، مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله احنا باقيين في تتمة التي دي ديالنا بيو ستاتيستيك، واللي دابا ان شاء الله غادي ندرسو ليكزيرسيس الثالث. دونك بالنسبه لنا التمرين هذا كيقول الو، في التمرين هذا كيطلب منك انك تحسب ليميت او لا لانترفال. اول حاجه باش تحسب، ننطلق في الحساب لانترفال ديالك، خصك تحدد الكال اللي غادي تخدم بها في التمرين. بالنسبه لي كال اللي شفنا، قلنا الكال نورمال او لا الكومطاج او لا البروبورسيون. فالتمرين هذا قال لك دوني لي ليميت اونتر لي سكيل سو تروفي لا بروبورسيون. اذا هنا جا حدد لك الكال اللي غادي تخدم فيها واللي هي البروبورسيون. فحال مثلا في الامتحان يقدر يجي يعطيك التمرين وما يحدد لكش الكا ديريكت، من تخصك تلقى لي موكلي اللي غادي يعاونوك باش تحدد الكا. باغ اكزومبل في هذا التمرين هذا نفترضوا انه ما حددش ديك البروبورسيون. جانا هنا عندنا في التمرين سير 50 بلونت، عندنا 25 سون ابيمي. اذا هنا كتشوف كتلاحظ انك عطيك 50 بلونت وجبد لك منها 25 ابيمي. اذا هنا كتلاحظ ولا كتعرف انك غادي تخدم في الكاد بروبورسيون. العكس دركا نورمال اللي كنا شفنا فيها ان كل شخص كندرسوه كنعطيو الريزلت ديالو بحده، مي هنا لا، جمعنا يعني بلونت كاملين وعطانا 25 ابيمي بلا ما يحدد كل نتيجه كل واحد. دونك هذه هي الحاله كيفاش تحدد الكاد بروبورسيون. وبالنسبة لهاد الكا هادي، قلنا أول حاجة كنديروها قبل ما نبداو في أي كا كنديروها أننا كنحددو اللوا اللي غنخدمو به والشروط ديك اللوا اللي كنخدمو به. دونك بالنسبة في الكا بروبورسيون، عندنا بروبابيليتي ديالنا كنتمي لنا لوا بينوميال اللي كتعتمد على إن و بي، يعني دي موافر لابلاس شنو كيقول بلي لوا نورمال ريدوي، لوا نورمال ريدوي يعني ما غاديش نخدمو به، مبقاش يخدم. دونك بالنسبة اننا قلنا اللوا اللي غنخدمو به هو بينوميال، الشرط هاد اللوا هذا قلنا هو ان فوا بي ان غتكون كتر من 5. دونك حنا في التمرين ديالنا عندنا ان هي 50، ولا ضربناها في بي كتجي كثر من 5، اذا ممكن نخدمو بهاد اللوا هذا. دونك اللي كتحدد اللوا ديالك وتحدد الشرط ديالو، كتبقى لك الحاجه الثانيه اللي قلنا كتحدد بروبابيليتي. بالنسبه للبروبابيليتي كتساوي، قلنا كتكون محصوره ما بين ناقص والموجب، الزيد ديالنا ما بين ناقص ا و ا. إذن probability كتساوي العلاقة ديالنا اللي هي بي أ ناقص أ جذر دو بي أ عامل واحد ناقص بي أ سير إن بي أ زائد أ الجذر د بي ا عامل واحد ناقص بي ا سير ان. بالنسبة لنا هنا في اللوا بينوميال قلنا هادي كتشونجا كترجع بي ا، يعني ما كتبقاش بحال اللوا نورمال اللي عنده الموين د اكس، هنا كترجع لنا بي ا حيت كيعتمدنا على هادي. دونك ملي كتحدد بروبابيليتي ديالك كتحدد لي غولاسيون اللي غادي تخدم بهم، كتبقى لك المرحلة الثالثة اللي هي كتنزل لانترفال. لانترفال كيساوي لنا بي ا ناقص ا غاسين د بي ان عامل واحد ناقص بي ان سيغ ان اي بي ان زائد ا غاسين د بي ان عامل واحد ناقص بي ان سيغ ان. دونك هذا هو الانترفال ديالك حتى لهنا، كتكون حددتي كلشي وحددتي لي زيتاب، كيبقى لك التطبيق عددي. دونك بالنسبه لهاد لي غولاسيون هادي، عندنا جوج المجاهيل اللي هما بي ان وعندنا ا. بالنسبه لبي ان توانا بي ان قلنا كتساوي لنا النومبر افيك بروبليم
قبلين على التوتال. هنا غادي نجيو من التمرين ديالنا غادي نشوفو التوتال هو 50 والنمبر اللي 100 ابيمي هو 25. اذا بي ديالنا هي 25 على 50 اللي هي 0.5. دونك حددنا بي كيبقى لنا اننا نحدو ا. ا باش نحدوها كنحدوها بنفس الطريقه اللي فاتت اننا كنطلقوا من البروبابيليتي اللي عطاونا وكنحدو الفا وكنحدو الفا على جوج وكنخدموا بالجدول ديال النورمال. هنا ا شنو غادي تساوي؟ قلنا بي البروبابيليتي اللي عطاونا هي 80%. دونك كنرسم الكور ديالي ناقص الفا على جوج الفا على جوج. هنا عندنا البروبابيليتي اللي هي 0.8 قلنا هي 80%. اذا كيبقى لي نحدد الفا على جوج شنو غادي تساوي. بالنسبه الفا على جوج خصني نحدد الفا هي الاولى اللي كتساوي لي الفا كتساوي واحد ناقص بروبابيليتي كتساوي واحد ناقص 0.8 اللي كتساوي لي 0.2. دونك هذه هي بروبابيليتي الفا ديالي. هنا كيبقى لي انني نحدد الفا على جوج. بالنسبه الفا على جوج كتساوي لنا واللي هي 0.2 على جوج اللي كتساوي لنا 0.1. دونك هنا حددنا الفا على جوج وعندنا البروبابيليتي بي يعني كتجمعوا البروبابيليتي مع الفا على جوج. بي زائد الفا على جوج كتساوي لنا 0.8 زائد 0.1 اللي هي 0.9. دونك اللي كنكون حددنا القيمه د هاد هادي هادي ما كنحتاجوهاش قلنا اللي هي 0.9 اللي كتحدد ديك القيمه هادي كنمشي للجدول ديالك ديال النورمال. حيت هنا ما عندناش ليستيماسيون قلنا كنخدمو بهذا النورمال ملي ما كتكونشي عندنا ليستيماسيون. ملي كنحدد كنلقى هاد القيمه هادي كنجي كنقلب عليها في وسط هاد الجدول هذا اللي هي 0.90. دونك كتساوي لي هنا جات لي ما بين 0.899 و 0.901. اذا كندير القيمه ديالهم بجوج. بالنسبه 0.899 كندير لها الاسقاط ديالها اللي هي 1.28 زائد بالنسبة لإسقاط القيمة أخرى هي 1.29. كنجمعهم كنقسمهم على جوج اللي كتجي لي 1.285. دونك اللي كنجمع هادو وهادي كنقسمهم على جوج كتعطي لي أ ديالي اللي هي هاد. علاش هنا كنجمعهم وكنقسمهم؟ حيت 0.90 ما جاتش اكزاكت جات ما بين هادي وما بين هادي. دونك ملي كتحدد ا كيبقى لك تطبيق عددي اللي لانترفال ديالنا كيساوي لنا بي قلنا 0.5 زائد 1.285 جاد 0.5 واحد ناقص 0.5 على ان اللي هي قلنا 50 توتال. القيمة الثانية اللي كتجينا عاون نفسك تبدل غير هنايا فادو هنايا ناقص 0.5 زائد ا ديالنا اللي هي 1.285 جاد 0.5 عامل واحد ناقص 0.5 على التوتال ان 50. دونك هذا هو التطبيق ديال الانترفال ديالنا اللي كيساوي لنا القيمه النهائيه ديالو اللي هي 0.41 0.59 0.41 0.59.
دونك حتى هنا كنكون حددنا الانترفال ديالنا اللي هو هذا. هادو هما المراحل اللي كنخدموا بهم الكاد بروبورسيون وفي اي تمرين، والطريقه كيفاش كنجبدوا ا في الطابلو نورمال هي هذه. دونك حتى هنا كنظن كلشي مفهوم، والا ما كانت شي حاجه مفهومه بامكانكم نزلوها في لي كومونتير، ونتلاقاو في التمرين الرابع ان شاء الله في كاش جديده. الله يعاون.